فكرة في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. هنتكلم النهاردة عن موضوع من ضمن الموضوعات اللي اتكلمنا فيها كتير قوي، هو جلطات القلب. ولكن مع التغيرات اللي حصلت الفترة اللي فاتت في ظل أزمة ووباء كورونا، بقى في بعض الإجراءات المتبعة تحديدا لمرضى الأمراض المزمنة زي القلب. وبالتالي كان لما حد يحصل له جلطة قلب ما كانش بيبقى عارف يتجه ازاي او يروح فين، ولما كان بيروح كان بعض الاجراءات اللي بتتبع معاهم كانت الى حد ما كانت بحذر شديد خوفا من الفيروس او الوباء. جلطات القلب هي من ضمن الحاجات اللي ممكن لو تأخرت عند شخص ممكن لا قدر الله تؤدي الى الوفاة. طيب ايه هي جلطات القلب؟ ايه هي الاسباب والاعراض؟ وازاي نتعامل مع مريض القلب في زمن الكورونا، وخاصة لو مريض القلب كان عنده كورونا؟ طبعا عشان نتكلم عن الموضوع ده خلونا نرحب بالدكتور محمود سليمان، استشاري جراحة القلب وعضو الجمعية الأوروبية لقسطرة القلب، هو واحد من أفضل المتخصصين في مجال جراحة القلب. طبعا ده مش بشهادتي أنا كخالد صقر، لا، هي بشهادة مرضى ومتابعينه اللي دايما بيتكلموا عن نجاحاته في علاج امراض القلب. دكتور محمود انا برحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، منورني دائما وابدا. تسلم يا رب. ربنا يكرمك. في البدايه كده ايه هي الجلطه؟ طيب اسمح لي بس في الاول يعني لازم نشكر كل الناس اللي واقفه في الصف الاول، عندنا دكاتره وعندنا تمريض وعندنا عمال وعندنا فنيين. احنا في زمن وباء صعب جدا، بنواجه حاجه يعني بقالنا سنين او يمكن الجيل ده اول مره يواجهها. واقف ناس كتير قوي في الصف الاول، لازم نوجه لهم شكر وتحيه وتقدير ودعاء وربنا يكون في عونهم. نترحم على شهدائنا كلهم، ويا رب يا رب يعدي المحنه دي على خير. تضحيات كتير، في ناس ضحت بوقتها ومجهودها وبعمرها كمان. اكيد. طيب بالنسبه بقى لجلطه القلب، الحقيقه احنا الوضع زمان يعني احنا في قناة الصحة والجمال دكاترة كتير وفي الطب كله ناس اتكلمت عن موضوع جلطة القلب. الناس ما عادش غريب عليها مفهوم يعني ايه جلطة في القلب. يعني عيان بيجيله وجع في صدره بيستمر ما بيروحش، الوجع ده تقل فظيع، يقولك حاسس بحجر على صدري، ممكن يسمع في دراعه ويسمع في كتفه يسمع في دقنه، يبقى معاه ترجيع. الأعراض دي كلها خلاص الناس بقت شوية خلاص بتقوير بيها او عندها معلومات. فلما العيان بيبدأ يجيله الأعراض دي، اول يعني لو عنده في البيت الاسبوسيد او هو كان مريض قلب وعارف، بيقول لك انا باخد 4 تراس اسبوسيد قرص داينايترا وبرجع بطلع على المستشفى على طول. دي الاجراءات اللي كل الناس عارفينها، خاصه الناس اللي مرضى القلب، هو عارف امتى يحس ان في مشكله بالظبط. ايه الجديد بقى؟ ان احنا دلوقتي المريض بيجي يروح المستشفى، يا جماعه انا حاسس بالاعراض وعندي جلطه في القلب، كويس، بيدخل يتعمل له رسم القلب، اوكي احنا اتاكدنا ان في جلطه، الفحص المبدئي الطبيعي بالظبط، الفحص العادي جدا اللي كل الناس عارفاه، ان حضرتك داخل استقبال باعراض جلطه حاده في القلب، بيتعمل لك رسم القلب، بيتعمل لك الفحوصات او انزيمات القلب، كويس. انما الفتره دي العيان بيفاجئ ان هو بيقول له حضرتك احنا هتعمل اشعه مقطعيه على الصدر، كويس طبعا، طبعا اشعه مقطعيه ايه؟ ايه علاقتي انا بالاشعه؟ ايه علاقتي انا وفي نفس الوقت انا عندي وجع؟ الحقوني انا عندي وجع. لا حضرتك لازم نعمل اشعه مقطعيه الصدر، لازم نعمل صوره دم. العيان ما بيبقاش فاهم ليه، فاهم؟ بنقول له حضرتك دي اجراءات احترازيه عشان الكورونا. يا جماعه انا ما عنديش كورونا، حضرتك بتقول انك ما عندكش كورونا، احنا مصدقينك، ممكن يبقى عندك. انما ممكن يبقى عندك. الحاجه اللي كانت مفاجاه للناس ان ممكن الكورونا تيجي بجلطه في القلب. الكورونا تيجي بجلطه في القلب، يبقى اول حضور للعيان بالكورونا هو وجود جلطه في القلب. لا يعني عايزين بقى نشرح دي كده، حاضر، بالراحه. الناس مش مصدقه ان الكورونا بتشتغل ازاي، او يعني اكبر مشكلتين في الكورونا هما ايه؟ ان هي بتقفل النفس وان هي بتعمل جليطات صغيره، تجلطات دمويه. بالظبط صحيح. التجلطات الدمويه دي احنا كلنا عارفين كدكاتره ان هي بتحصل في الاورده اكتر، وخاصه في الشريان الرئوي، ولكن في حالات لقيناها ووجدناها بيحصل لها جلطه في شرايين القلب، يعني حالات موجوده ومسجلة. يعني الكورونا عشان كده ممكن يبقى اكثر الناس عرضه للاصابه او للوفاه هي الناس اللي عندها قلب. القصه في موضوع القلب ان مريض القلب نسبه التعرض للفيروس او نسبه التعرض للكورونا زيه زي اي حد، ولكن مريض القلب لو جاله كورونا للاسف بيبقى الموضوع اصعب من البني ادم العادي.
كويس، لكن ممكن واحد يبقى عادي جدا طبيعي جدا ما عندوش اي مشكلة بالظبط، بدل ما تصيب الجهاز التنفسي فقط ممكن تصيب هو اللي حصل القلب معاه. اللي حصل ايه؟ ان هو لما بيجي الحقيقة وبنعمل اشعة الصدر بنلاقي ان فيها كورونا، فهي عاملة الاصابات، ولكن لو حد مثلا سنه صغير كويس هو جسمه قادر يتحمل يبقى اول عرض هيظهر له هو العرض الفظيع. ممكن يبقى ما جاتش سخونيه، مش شرط تيجي سخونيه، مش لازم بالظبط، انما وارد جدا تيجي بكتمه نفس، يقول لك انا نفسي مكتوم بقالي يومين ثلاثه وفجاه على غير العادي بالظبط، على غير العادي وفجاه جاله وجع في صدره. فيبقى اللي حاصل ايه؟ ان العيان ده داخل بجلطه وعنده كورونا. طيب العيان ده دخل بجلطه وتشخص ان هو كورونا، هنا بتلاقي كل الدكاتره وقفت. وقفت ليه؟ الحقيقه احنا الاجراءات الاحترازيه اللي اخدناها في المستشفيات ان المستشفيات ما ينفعش يتدخل عيان كورونا. ده كل المستشفيات 99% من المستشفيات ما عدا مستشفيات العزل. طبعا في مستشفيات اتخصصت بالظبط، العاديه العامه بتاعتنا الخاصه بتاعتنا البرايفت بتاعتنا، الناس بتبقى منهاره، يا جماعه ده عنده جلطه في القلب لازم تدخلوه، لازم تسعفوه، ده هيموت. طيب تعالوا نحسبها بحساب العقل. هو النهارده لو عيان عنده جلطه في القلب لا قدر الله وعنده كورونا وحضرتك دخلته على جهاز قسطرة كويس ودخلته مستشفى مش مجهزه للعزل، تمام، انت ببساطه اصبت او يعني قد تكون هتسبب في اصابه الناس اللي شغال، ده جزء. الرعايه دي مش مجهزه للعزل، دي حاجه تانية. جهاز القسطرة ده نفسه لازم يتعقم بشكل او باخر باسلوب معين، هتتقفل اوضه القسطرة فتره معينه، مش لما 14 يوم. فكانت المشكله كبيره جدا، انت قدام عيان انت عارف ان هو انقاذه بيتكلم في ساعات، ايوه هي كل ساعه جداً معينه بالظبط، هي كل دقيقه دي بتفرق. الساعه الاولى الساعه الذهبيه بالنسبه لي. الفكر في ايه؟ ان كل دقيقه بتفرق في حياه العيان ده، وفي نفس الوقت انت مش قادر تساعده، فكانت المستشفى تقول لك ايه؟ حضرتك دور على مستشفى تستقبله، يكون فيها عزل بالظبط، وفي نفس الوقت يبقى فيها تشتغل حالات الاسطر. كان السؤال ده بالنسبه للناس في فتره من الفترات صعب جدا، طب اروح فين؟ لا وانت حضرتك تقول فتره من الفترات، معنى كده ان الفتره دي اتغيرت. الحمد لله. انا هقول لحضرتك اتغيرت ازاي؟ فضل ربنا يعني. هي الفكره في ايه؟ ان بدا الدكاتره تاخد بالها، يعني انا النهارده كلمني عيان الساعه 12 بالليل قالوا دكتور محمود الحقني، طيب روح المستشفى الفلانيه اعمل رسم القلب واعمل واعمل، النايب بيكلمك يقول لك يا دكتور ده عنده جلطه، طيب يلا يا ابني ندخله. لا حضرتك السي تي بتاعته قالت ان في كورونا، ما ينفعش حبيبي، ده عنده جلطه في القلب، ما ينفعش حضرتك، بس انت كده هتدمر لنا المستشفى عشان بني ادم، هندمر المستشفى بباقي الاستاف الموجود، بباقي الاستاف والعيانين اللي موجودين. فطبعا العقل بيقول لا، طب ايه الحل؟ نعمل له ترانسفير، نحوله لمستشفى شغاله كده. الحقيقه في اول المشوار كان عدد المستشفيات اللي شغاله في القصه دي قليله جدا، يعني من الحقيقه الجامعات اللي سابقه بخطوه فظيعه جامعه عين شمس، عاملين مستشفى العبور عزل وفي نفس الوقت في العبور قسطرة، يعني هم شغالين الحالات دي كويس. المستشفى العبور اللي هي في العبور، مستشفى عين شمس اللي في العبور بالظبط، بتشتغل الحالات دي من البدايه، بتشتغل الحالات دي من البدايه كويس، كويس. ودي كانت حاجه بالظبط، ودي حاجه بالنسبه لنا كانت جميله جدا. ولكن طب عيان انت شخصته في معهد مصر مثلا هيروح العبور في قد ايه؟ واحنا الوقت بيفرق مع العيان، ساعه ساعه ونص مثلا في ظل الزحمه، ممكن ساعتين كمان. صرف النظر الفكر في ان انت كل ما اخرت للعيان بقت مشكله. طب يقول لك لا اديله مذيب الجلطه، حاضر ادينا له مذيب الجلطه، طب مذيب الجلطه ده لا قدر الله ما نجحش، يبقى ايه الحل؟ فالحقيقه بدا الدكاتره يتفاعلوا مع القصه دي. بدانا نكلم المسؤولين على مستوى وزاره الصحه، على مستوى المستشفيات التعليميه، على مستوى معهد القلب والجامعات. كان الرد ايه؟ كان الرد الحقيقه كان مبهر. ليه بقى؟ لاني الصوره ما كانتش واصله قوي، اللي هو لما جينا مثلا كلمنا وزاره الصحه قال لك لا احنا عندنا مستشفيات عزل فيها قسطره، طب ليه ما نحولش القسطره دي ان هي تشتغل الحالات دي؟ فكان الرد سريع جدا، حضرتك خد التيم اللي معاك او جهزوا التيم اللي عندكم وتفضلوا ادي اوضه القسطره، ادي الامكانيات، روح اشتغل. وبالتالي بدا يبقى عندي اكتر من مستشفى، يعني مثلا مستشفى احمد ماهر دي تبع المستشفيات التعليميه بتستقبل الحالات دي ليل نهار. دلوقتي في مستشفى شبرا العام تبع وزاره الصحه. معهد القلب وده طبعا يعني هيئه كبيره جدا. خصص اوضه، خصص حاجه بيشتغلوا الحالات دي، يعني لسه منزلين بوست امبارح الحقيقه لدرجه ان هم ركبوا منظمات للقلب لعيانين عندهم كورونا.
طيب ده هي هي يعني فكرة الوباء بقى، الحفاظ على عدم انتشار الوباء ده نسبته قد ايه في الحالات اللي زي دي ما بين الاطباء والاستاف اللي شغال؟ هي الفكرة كلها لو حضرتك داخل اخد استعداداتك خلاص، انت 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 ما عندكش مشكلة، وفي نفس الوقت انت مخصص مكان مخصوص كويس. كجهاز قسطرة مخصص مكان مخصوص كرعاية عزل، يبقى انا ما عنديش مشكلة في الانتشار، نسبة الانتشار زيه زي اي مكان تاني مخصص للعزل، هيبقى نسبة بالعكس. طبيعية جدا ما فيهاش اي مشكلة لا على الطبيب بالزبط. ولا على الصف اللي شغال بالزبط. ليه؟ لان انت اخد كل سبل الحماية بتاعتك. ده مهم جدا. يعني مهم جدا ان انا العيان نفسه لازم يبقى فاهم انت داخل على جهاز ده، الجهاز ده احنا مخصصينه للقصة دي. يعني هيجي يقول لك ايه انت، طب ليه ما الاجهزة عندكم كتير طب ما اشتغلوا الحالة في اي حتة. حضرتك في مشكلة ان الجهاز ده العيان اللي بعدك هيخش ما عندوش كورونا، يبقى احنا اللي ساعدنا في انتشار الوباء. لا وهيجيله كورونا. ايوه ما انا بقول لحضرتك، انا لو دخلت عيان على ترابيزة بتاعت قسطرة وجيت بعد كده دخلت وراه عيان تاني ما عندوش، ممكن اعرض العيان التاني للإصابة. فعشان كده كان الهدف هو ايه؟ ان حضرتك تخصص اماكن لاستقبال هذه الحالات كويس، عشان العيانين ما يموتوش لا قدر الله، وفي نفس الوقت حرام ان انت عندك الفاسيلتيز وعندك الادوات وعندك الامكانيات وما تستخدمهاش في انقاذ في الوقت ده. بس فكان الفكر كله في ايه؟ ان اوكي انا عندي مكان في العبور مثلا، عندي مكان في معهد القلب ويش. الاماكن بعيده بدا الانتشار، ان لا يبقى عندي احمد مهر، يبقى عندي شبرا، يبقى عندي دي في المستشفيات الحكوميه بالظبط. هو انتشرت في المستشفيات الحكوميه دلوقتي. اقول لحضرتك على حاجه، انت لما تيجي تدور على اللي بيواجه دلوقتي انت عندك كام مستشفى خاص مخصص للعزل وكام مستشفى حكومه؟ تقريبا الحكومه تقريبا بالظبط، تقريبا الحكومه متسحه يعني. وفي نفس الوقت انا لو حولت عيان زي ده مستشفى خاص بتقبل حالات القسطره هيدفع رقم خزعبلي. هي دي المشكله الاكبر. يعني هو النقطه دي الاقامه، بما اننا جبنا سيره النقطه دي، فكره الارقام الكبيره جدا اللي بتدفع من العيان كتامين وكمصاريف في اليوم، شايفها ازاي يعني النقطه دي تحديدا؟ بص هقول لحضرتك، خلينا منصفين كويس. انت النهارده في رعايه خاصه كويس، انا عشان يخش لي عيان عزل الدكتور بياخد كام والتمريض بياخد كام؟ مرتبات الدكاتره والتمريض في الرعايات الخاصه والعمال بيت عاليه جدا، فهو برضو عنده مصاريف مش قليل. يعني خلينا واقعيين، انا النهارده الدكتور الشيفت بتاعه وصل 4000 جنيه كويس. في الرعايه بس. والتمريض بيتكلموا في 1000 او اكتر او اقل الله اعلم. فالفكر في ان انت هو عنده هدف مصاريف مش قليل كويس، هل يتناسب مع الارقام اللي بياخدوها او لا؟ دي ليها علاقه بسياسه المستشفى، انا ما اقدرش اتدخل فيها لاني اكيد ما عنديش المعلومه بتاعه كل مستشفى يعني. بتاخد قد ايه؟ انما في جزء كبير قوي ان هو عنده مصاريف مش قليله، فما نقدرش اجي اقول ايه لا والله اصل الناس دي بتاخد كتير. صعب يعني فعلا دي حاجة. الحاجه الثانيه، انت عشان تشغل دكاتره بره في حاجه زي كده خاصه، لا الموضوع ما بيبقاش سهل. انت محتاج اجراءات احترازيه بشكل معين، محتاج دكتور يرضى انه يشتغل. ايوه لان الموضوع انت يعني حتى كان في قاعد الاطباء الدكتور محمود تقريبا كنيبر اللي فقد بصره يعني مثلا من الضغط العصبي فيه. الموضوع مش سهل. فعشان كده كانت الفكرة في ايه؟ ان انت ازاي توفر ده بحيث ان العيان ما يجيش يقولك ايه اصلا انا مت عشان فقير. الجملة دي الواحد مش عايز يسمعها. بس فكان الحل ايه؟ كلمة قاسية جدا يعني. جدا طبعا كلمة طبعا قاسية انك جداً تموت مجرد انك يعني. فقير لا طبعا. انا يعني ما فيش حد فينا يقبلها. بس فكان الحل ايه؟ ان انت يبقى عندك المستشفيات الحكومية اللي تستقبل الناس دي. انا شخصيا كانت المفاجأة بالنسبة لي ان جيت لما كلمتهم ورحت قابلت مدير المستشفى فقلت له حضرتك انا يعني هشتغل وما عنديش مشكله، ليته في خلال 24 ساعه بيقول لي على فكره الاربع دكاتره الاستشاريين اللي في المستشفى عندهم استعداد يشتغلوا. دي بقى من الحاجات اللي دايما لما تتكلم عن الطبيب المصري بتتكلم عن فكره انه مش بس بيتعامل على ان الموضوع كمهنه، لا ده هو فكره الموضوع كرساله بيرى انه لازم يؤديها وبيشيل ذنب العيان اللي ممكن يروح ما يلاقيش مكان بره يتعالج فيه لمجرد انه الناس خايفه او الناس قلقانه. لا انا وفرت لك المكان ده وفي الحكومه وباسعار تكاد تكون يعني لا مش عايز اقول لك ان الحالات دي معظمها بيتم بقرارنا في الدوله. هو مفيش وقت معظمها إن كمان مفيش وقت ان انا اقول له هات او ما هاتش. هو احنا عندنا في مصر في حاجه اسمها دعامه الحياه. دعامه الحياه الحقيقه ده كان مشروع قوي جدا ومشروع في غايه الاحترام، ان العيان لو تشخص في الاستقبال بان عنده جلطه حاده في القلب ايا كان جنسيته ايا كان
نوعه معاه بطاقه، ما معهوش بطاقه انت بتعامله بني ادم كبني ادم بني ادم بس بتحافظ على حياته. فكان المشروع اسمه دعامه الحياه. دعامه الحياه دي العيان بيخش بجلطه حاده في القلب، وبأصر على كلمه حاده ليه، لان الناس معظمها بيروح بيبقى عنده ذبحه صدريه، فالنايب بيقول له ايه في الاستقبال؟ حضرتك محتاج تتحجز في الرعايه تحت الملاحظه 24 ساعه. فيقول لك لا ده المستشفى قالت لي اخرج بره ومفيش مكان وانا عندي جلطه. لا يا جماعه لازم نفرق بين حاجتين، كلمه جلطه حاده في القلب مستحيل النايب ولا الاستشاري ولا الدكتور هيسيبك يعمل كده، ما يقدرش. وما يقدرش الحقيقه مش عشان فوقيه كرباج، عشان علاقته بربنا سبحانه وتعالى. الامانه العلميه عمري ما هسيب عيان انا عارف ان حياته مهدده في الوقت ده وانا اقدر اساعده. كويس، ايه بقى الفرق ما بين الجلطه الحاده في القلب وما بين الذبحه الصدريه؟ الجلطه ببساطه شديده انت كده الجلطه دي حاجه قفلت الشريان، فالدم اللي واصل لعضله القلب بقى صفر خلاص، انت مفيش دم واصل للجزء ده. فالجزء ده بعد فتره بسيطه هيبدا يحصل فيه ضمور وتليف، او ان لا قدر القلب ده يتوقف خلاص، ما انت ما بتغذيش عضله القلب. الذبحه ببساطه لا، هو الدم واصل بس واصل بمعدل بسيط بطيء اكتر من العادي، وبالتالي انت حاسس بوجع شديد، ده حقيقي موجود، ممكن يكون فعلا ما بيروحش مع القرص اللي بتحطه تحت اللسان، وارد جدا، ولكن الخطر على عضله القلب قليل. قد يكون في ناس بتعرض للذبحات والموضوع بيساوي جلطه القلب لما يكون العيان بنسميه هاي ريسك، يعني ايه؟ يعني عنده عوامل الخطوره عاليه جدا، عيان عنده السكر، عيان عنده ضغط عالي جدا، عيان عنده مستوى الدهون في الدم عالي جدا، كوليسترول زياده، كوليسترول زياده او الدهون الضاره كمان. ده احنا بنعامله كانه جلطه حاده، لان نسبه الوصول للجلطه الحاده اعلى بكتير جدا، بالظبط اعلى، وتاثير حتى الذبحه عليه يبقى اعلى بس، وبالتالي برضه بيطلع قط الاسطر. الجزء ده كان دايما شائك عند الناس، لان دايما يكلمك في التليفون يقول لك ايه ده انا كان عندي جلطه ومشوني من المستشفى، او يكتب بوستس، بالظبط انا بقول لحضرتك جلطه مستحيل يمشيك من المستشفى، تبقى ذبحه صدريه، ذبحه وارد جدا. حتى لو جلطه لا قدر الله، يعني انا وانا صغير كنت شغال في معهد القلب، كويس، كان بيجيني العيان عنده جلطه بدون مبالغه، انا يعني اذكر ان في عيان من باب الاستقبال لغايه اوضه القسطره في 13 دقيقه 13 دقيقه ليه؟ لان احنا وصلت لدرجه ان انت الاستشاري عندك فوق قال لك لو ما لحقتنيش ابعت لي رسم القلب على الواتساب هيوصل اسرع. يعني حضرتك متخيل يعني فكره السرعه في السرعه في فحص المريض، وتلاقي الاستشاري بنفسه نزل ده يطلع له تاثر دلوقتي. بس فخلاص الموضوع الحمد لله في موضوع دعامه الحياه. الموضوع كان مشكلته ايه دلوقتي اللي موقف العجله دي؟ الكورونا. ليه؟ لان انا ما عنديش استعداد ابوظ كل حاجه الدوله بس عشان مريض، مش منطقي. انما دلوقتي الحمد لله وصلنا للحل الامثل الحقيقه، اللي هو لا، انت كمريض كورونا وجالك جلطه لا قدر الله، ليك مكانك اللي هتتحجز فيه وهتعمل قسطرتك فيه، سواء بعد كده تفضل في رعايه عندنا او تروح مستشفى عزل، او ان انت حالتك استقرت والامور استقرت وتكمل العزل المنزلي. الموضوع بيبقى راجع لتقديرات الطبيب اللي طيب. بمناسبه العزل المنزلي في الجزئيه تحديدا، لو مريض كورونا وفي نفس الوقت مريض قلب، خلاص القلب مستقر ولكن راح عمل بعض التحاليل والفحوصات البي سي ار فطلع ان هو عنده كورونا، يعمل يتعامل ازاي في النقطه دي؟ بص حضرتك، انا يعني في جمله بنقولها دلوقتي ان ده الوقت اللي كل مريض قلب او سكر او ضغط لازم يحافظ عليهم. زي يعني يعني بتاخد دواء ضغط، لازم تاخد دواء الضغط بتاعك بانتظام، تحاول تقيس الضغط. تاخد دواء سكر، دواء السكر بتاعك بانتظام، تقيس السكر. دواء قلب، سواء ضعف في عضله القلب او 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 ان انت عندك لا قدر الله ذبحه او حاجه، لازم تاخد دواء بانتظام. ليه؟ لان كل ده هيقلل من عوامل خطوره تاثير الكورونا عليك بس. طيب انا اوريدي مريض قلب وعندي كورونا وتعزلت في البيت، مفيش اي مشكله خالص. تعامل بان انت قصه القلب ما هي الا ان تاخد علاجك، مش مطلوبه اكتر من كده. ده بالنسبه للقلب، بالظبط، ده بند القلب. بند الكورونا خلاص، الروشته المتعارف عليها او البروتوكول المصري اللي الدكتور كتبه لك امشي عليه وبانتظام شديد بس. مش عايز اقول لحضرتك ان يعني معظم الناس اللي اتعالجت في البيت بالعزل المنزلي الحمد لله تعافت وما كانش فيها مشكله. دكتور محمود، انا طبعا قبل ما اسالك عن قصتك في التعافي من البدايه الى النهايه في فتره الكورونا، حابب اسالك عن دلوقتي في بعض الشباب بيجي لهم جلطات قلب
بشكل يعني شاب عنده 23 سنه 24 سنه 26 سنه 27 سنه خلاص جات له جلطه فجاه يقول لك توقف القلب وتوفى ما يسمى السكته القلبيه. تفتكر ايه الاسباب اللي ممكن او الاعراض اللي ممكن الشاب ده يلاحظها في البدايه كده فيحس انه ممكن يبقى عنده مشكله فيطمن على القلب؟ بص حضرتك احنا عندنا موضوعين كبار. الموضوع الاولاني هو جلطه القلب في الشباب. الموضوع الثاني هو الموت المفاجئ في الشباب. الحقيقه في فرق شويه بين الموضوعين. كويس. ليه؟ جلطه القلب في الشباب مشكلتها يمكن شفناها اكتر متزايده مع المخدرات. اكتر. على فكره في ناس رياضيين كمان دي. انا هقول لحضرتك. دي اكتر كجلطه قلب. كويس. كويس. طيب. قد يكون هو عنده مشكله وراثيه. ان مثلا الدهون في العيله عاليه جدا. وهو وارث القصه دي فبيبدا ترسيب الدهون على الشرايين في سن صغير. يزيد. وارد ان هو يكون عنده السكر من هو سنه صغير. فيبدا برضه تاثير السكر على الشرايين وخاصه لو ما كانش متظبط يبدا ياثر فتلاقيه بيجي له جلطه قلب وهو عنده حاجه 20 سنه. ده جزء. الجزء الثاني اللي بنشوفه في موضوع اللي هو ايه الموت المفاجئ لا قدر الله. وده بنلاقيه في الشباب. حضرتك بتقول في الرياضيين مظبوط. الكلام ده مظبوط جدا. ليه؟ احنا لازم الاول يعني خاصه في الرياضيين انت لازم تعمل فحوصات كثيره جدا عشان تقول للبني ادم ده يقدر يمارس الرياضه. لا دي بقى نقطه مهمه. هقول لحضرتك في حاجات خفيه يعني احنا موجودين ممكن يكون عندي مشكله في القلب ولكن طول ما انا بعمل المجهود العادي بتاعي مش هتظهر لكن اول ما ازود المجهود انما بالظبط لو احتجت نعمل مجهود اعلى هتظهر المشكله. عشان كده دلوقتي في حاجه اسمها فحص قلب رياضيين او طب القلب الرياضي. الفكر في ايه؟ ان انا لازم اطمن على القلب ده ميكانيكيه بتاعته، يعني بيتعمل ايه؟ بيتعمل موجات صوتيه على القلب. بيتشاف عضله القلب دي شكلها ورها ايه؟ بالظبط. بيتعمل رسم قلب. بيتشاف كهربه القلب شكلها ايه؟ بيتعمل رسم قلب المجهود، اوكي وهو عادي كويس جدا، طيب لما يعمل مجهود هل هيحصل تغير ولا لا؟ ليه؟ لان احنا ولازم كمان بناخد تاريخ عائلي. يعني اول سؤال بنساله حضرتك هل في حد لا قدر الله توفى في العيله وهو صغير؟ ليه؟ لان هو ممكن يتوفى وما يبقاش معروف السبب. عادي جدا ده واحد يعني في امراض في القلب يقول لك ده نام امشي. طب وبعدين؟ طب ايه السبب؟ لا حضرتك لما تيجي تدور لا هتلاقي ان في حاجه في توصيل كهربه القلب ليها سبب او ليها عامل او ليها مشكله. عشان كده الحاجات دي كلها بيتدور عليها. احنا مشكلتنا في ايه؟ ان احنا طول ما البني ادم ماشي سليم خلاص احنا ما بنعملش حاجه. كويس. اللي هو انا كويس. قبل أنا ما نكمل الاجابه على النقطه ديت هناخد صوت تليفون. استاذ عادل اهلا بيك. استاذ عادل. الدكتور مع حضرتك اتفضل. هي بتاخد علاج سيوله علاج اسمه ريسابير هو عنده علاج الرول يعني ريفر اسباير سيوله وكان عندها ضعف عضله الجلد والعلاج ده بيخليها ما تاكلش يعني مثلا تبقى مسدوده وما تاكلش بيخليها ما تاكلش؟ تمام. طيب هل في بديل ليه او حاجه مثل طيب الف سلامه الف سلامه على والده حضرتك. بص حضرتك الفكره كلها في ايه في موضوع الاكل؟ شكرا بالذات شكرا على اتصالك والدكتور محمود هيرد على حضرتك. الفكره في موضوع الاكل بالذات في في المرضى دول ايه؟ ان هي عندها ضعف في عضله القلب. ضعف عضله القلب ده انا اجي اقول لحضرتك ان انت عشان تمشي لازم قلبك هيضخ دم لرجليك عشان تمشي. هو الاكل نفس الكلام ان انت لما بتيجي العين ياكل او البني ادم ياكل القلب هيضخ دم عشان للمعده عشان المعده دي تقدر تهضم الاكل. كويس. اكتر حاجه بنحسها قوي لما تيجي في اول صلاه تراويح في رمضان بعد اول يوم فطار الفظيع اللي بناكله ده تلاقي الناس واقفه بتنهج. طب هي واقفه بتنهج ليه؟ ان هو اكل كتير جدا فالمعده مش عارف يساعده في ان هو يقف في الصلاه ولا ان هو يهضم له الاكل. يهضم الاكل. طيب. بالنسبة لوالدة حضرتك ايه يا استاذ عادل؟ المشكلة كلها ان كمية الدم اللي طلع عشان تهضم الاكل قليلة،
بيبقى ايه الحل في القصة دي؟ ان دايما اقول للعيان حضرتك لو بتاكل 3 طقات كل 9 طقات. يعني ايه 9 طقات؟ يعني حضرتك بقسماطية صغيرة مع شوية شاي خلاص هي كده دي وجبة. حتة عيش صغيرة مع حتة جبنة دي وجبة. فهي الفكر في ايه؟ ان انت ما تحملش على المعدة، مش هتقدر تهضم بالظبط. فالمعدة لما يبقى داخلها حاجة صغيرة تقدر تهضم، والمعدة بتفضي اكل كل ساعة، فهي لو كلت كل ساعتين هتقدر تاكل حاجات بسيطة، وفي نفس الوقت يبدأ جسمها يرجع تاني. يعني ممكن تاكل نفس القدر اللي بتاكله اصلا في اليوم بس على 9 مرات او 10 مرات. انما هو اللي حصل ايه؟ ان هي كل ما تيجي تاكل بتبقى عايزة ترجع، او بتبقى تعبانة، او بتحس نفسها ممكن يوصل لدرجة ان هي تدوخ مش قادرة خالص. فتبدأ ترفض الاكل. رفض الاكل ليه؟ لان حاجة بتتعبني. يعني الاكل ده حاجه الناس بتستمتع بيها، لا دلوقتي هي بالنسبه لها بقت مصدر تعب، تعب اللي ما بيتهضمش بالظبط. فبدات تعمل ايه؟ ترفض الاكل، عشان كده بتخس. فالنصيحه اولا دواء الميه ملوش علاقه بالقصه دي، عشان الناس بس بتربط الاثنين ببعض، لا خالص. انما هي القلب نفسه او المعده محتاجه قدر من الدم عشان تهضم، عشان كده حضرتك خليها بس تاكل 9 طقات مش 3. كويس، الف سلام عليها. الله يسلمك. نرجع بقى تاني للجزء الخاص بالرياضيين. اتكلمنا عن بعض الفحوصات الخاصه بالرياضيين، وقلنا انه ممكن يبقى في تاريخ مرضي عند الشخص، ولكن ما تشخص ما راحش ما رجعش، وبالتالي رجع يعمل رياضه فجاه قالوا توفى، وبرده فضل الموضوع مستمر. انا دلوقتي كشخص هروح عملت الفحوصات دي، ايه الحاجات اللي انا ممكن الاقيها في الفحوصات دي ابدا اقول لا انا محتاج ان انا ما العبش رياضه او ما ينفعش امارس رياضه؟ بص حضرتك، احنا اكتر حاجة عندنا الاول بنشوف ايه؟ بنشوف ميكانيكة القلب. فيجي عيان مثلا او بني ادم عايش طبيعي ومش اخد باله وعنده ضيق في الصمام الميترالي او ضيق في الصمام الاورطي، لا ده المفروض يروح يعالجه الاول وبعد كده يرجع يلعب رياضة. مين اشهر واحد كان عنده مشكلة وحلها ورجع؟ كان عنده مشكلة وراح عمل عملية القلب المفتوح ورجع ومارس الرياضة بعد سنة. لا ثواني، ازاي يعني؟ ايوه حضرتك يعني انت ممكن بعد ما بعد ما مش النقطه دي فيها ولا اي حاجه حضرتك بعد ما تحل المشكله انت من حقك تمارس الرياضه، لان هو الفكر في ايه؟ الفكر في وجود المشكله. اذا المشكله اتحلت خلاص، ببساطه زي الست. الست النهارده ايه اصعب حاجه في حياتها؟ الحمل والولاده. كويس. الست عندها مشكله في الصمام الميترالي، اجي اقول لها لا خلاص انت مش هتخلفي مثلا؟ لا خالص، حضرتك تروحي تحلي مشكلتك وبعد سنه من العمليه من حقك تحملي وتخلفي وتولدي وتعملي اللي انت عايزاه. خلاص هتبقى المشكله اتحلت واتعالجت، مفيش اي مشكله بالزبط. فتقدري تمارسي بالزبط حياتك بشكل طبيعي، تمارس حياتك بشكل طبيعي. فهي الفكر كده. طيب في جزء تاني، لا بيبقى عندهم مشكله في كهربه القلب. ايوه بس ودول لا، الحقيقه بنقول له لا تعالى هنا، انت مشكله كهربه القلب مع المجهود ما ينفعش. بس يبقى بنعمل ايه؟ في ناس بتركب منظمات بشكل معين، في ناس يقول له لا انت طول ما انت بعيد عن المجهود خلاص ما عندكش مشكله. بس يبقى انت بتقسم حسب نتيجة الفحوصات اللي عندك. بس مين يلعب ومين ما يلعبش، مين يعمل مجهوده العادي ومين ما يعملش. اصل في يعني مقولة مشهورة كده عند الناس، لو انا عملت قلب مفتوح فهو بيعتبر نفسه انه في عداد العداد المتوفيين. لا 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 لا. في ناس كده كتير بتعتبر ده، لانه انا الموضوع ده شفته كتير جدا. انا عملت قلب مفتوح فيبدا ما يتحركش ما ينزلش ما يمشيش، ويقول لك لا ده انا عامل قلب مفتوح. فكل ما حد يكلمه انا عامل قلب مفتوح ممكن ياخد فترات كبيره من حياته ما يعملش اي حاجه في حياته لمجرد انه عامل اوبن هارت او القلب. بص هقول لحضرتك على حاجه يا دكتور خالد، احنا مشكلتنا في جزء كبير قوي في مرضى القلب بيبقى جزء نفسي، يمكن حضرتك ادرى مني بالقصه دي. احنا في جزء كبير قوي بنعالج العيان نفسيا اكتر منه عضويا. خلاص هو عندما عملنا وصلات الشرايين او ركبنا له دعامات او عملنا اي حاجه خلاص هو عضويا بقى كويس. بس هو بالنسبه له بيبدا يبقى عنده حاجه اسمها خوف، هو خايف تحصل المشكله تاني. فممكن ما ينامش. يعني معظم شكاوي العينيه يقول لك ايه؟ انا ما بعرفش انام بالليل. هو خايف ينام ما يصحاش ببساطه، هو ده بقى خوف جواه. طيب الهاجس بالظبط. هو كان عمل مجهود فظيع فجات له المشكله، يجي يقول لك لا انا لو حصل لو عملت مجهود مفيش. لا مش هينفع. طيب احنا بنقول للعيانين ايه؟ حضرتك انت خلاص انت عملت ده، زي ما بيقول كده انت عملت عمره للموتور. انت جددت قلبك يا سيدي، انت جددت شباب قلبك. خلاص الفتره دي انت كويس، في فتره تعافي لازم ناخد بالنا منها، سواء وخاصه الناس اللي عامله قلب مفتوح، لان هو ما بتبقاش مشكلته في القلب الحقيقه، مشكلته في القفص الصدري. ان هو لا هو محتاج ان هو ما يتعرضش لاجهاد بشكل معين فتره معينه عشان العظم ده يقدر
يلتئم مره ثانيه والدنيا تبقى كويسه. بتختلف بقى من شخص لاخر كمان. بالظبط، هي بتختلف من شخص لاخر، بتختلف اذا كان العين عنده سكر ولا ما عندوش، اذا كان العين ده ملتزم بعلاجه ولا لا، اذا كان ملتزم بمجهوده والتعليمات ولا لا. فدي ما يعني كل دكتور بيحددها حسب الشخص نفسه، ولكن ده ما يمنعوش من المجهود خالص. هي الفكر بيبقى هو بيمنع نفسه من المجهود. بالظبط، مش العمليه هي مش اللي بتمنعه من المجهود. فبيبقى جواه هاجس نفسي. وعشان كده معظم الحالات دي الحقيقه تلاقينا بنكتب ادويه، لا الادويه اللي هي بترفع سقف الخوف، بتقلل القلق، فيبدا يمارس حياته طبيعي. كويس. طيب دكتور محمود، قبل ما يعني احنا برضو قبل ما اخد القصه بتاعتك، لان انا عايز اعيش جواها شويه، قصتك مع بداية الإصابة بفيروس كورونا وإلى مرحلة التعافي، إيه النصايح اللي تحب توجهها للناس بشكل عام للحفاظ على القلب؟ يعني دايما ببقى شايف إن القلب ده هو زي موتور العربية كده، لازم تحافظ عليه من نوع الغذاء، من التعامل، من الحاجات اللي أنت بتعملها في حياتك أو في يومك عشان يفضل يشتغل معاك بشكل كويس لأطول فترة ممكنة. صحيح. بص حضرتك، إحنا دايما كان في جملة يقول لك ايه الحاجة اللي انا لو عملتها هتغنيني عن كل الحاجات؟ اتفقنا على حاجة، التدخين. العيان لو بطل تدخين بس، انا اقدر اقوله ان شاء الله في المستقبل انت قدامك مسافة عبال ما تفكر يجيلك مشكلة في القلب. التدخين من اكتر المشاكل اللي بتعمل لنا مشاكل في القلب، من اكتر الحاجات اللي بتعمل لنا تأثير على القلب. عشان كده دايما نصيحتنا للناس حاول توقف التدخين. طيب في حاجات تانية تتعمل، السيئة للإنسان علمها نفسه. طيب في حاجات تانية تتعمل، طبعا حضرتك عندك السكر، ما عنديش مشكلة في السكر، بس عندي مشكلة في تظبيط السكر، يعني المحافظة عليه. ظبط سكرك انت. مش مشكلة ان عندك سكر الحقيقة، بس المشكلة انك تحافظ عليه. عندك ضغط، التزم بعلاج الضغط. لا اصلا انا باخد علاج الضغط لما بحس بالصداع. في نقطة كمان في نقطة في موضوع السكر ده، كان زمان يعني واحنا بنتكلم يعني كنا بندرس، كان يقول لك يعني السكر تحترمه، يحترمك طبعا. تبقى بص يبهدلك لو انت ما بص حضرتك، هو اي مرض في الدنيا انت هتحترم وجوده، خاصة السكر، بس يعني هيحترمك. بس السكر، الضغط، الناس للاسف بياخد دواء الضغط عند اللزوم. في حاجة اسمها دواء ضغط عند اللزوم؟ يعني ايه يعني ايه لما ابقى مصدع اصل انا بحس بالضغط؟ يعني ايه حضرتك بتحس بالضغط؟ لا اصل انا ببقى مصدع باخد دواء الضغط. الكلام ده مش منطقي. ليه؟ لان حضرتك ممكن تبقى مصدع مره وضغطك فوق ال 200 وللاسف دواء الضغط مش تحت ايديك، هتعمل ايه؟ للاسف ممكن تجينا بنزيف في المخ او تجينا بجلطه في المخ. الكلام مش كده، بيحصل كتير على فكره. انا بقول لحضرتك، فهو اللي حاصل ايه؟ ان انت هتحترم مرضك، هو هيحترمك ومش هيقرب ناحيتك. بس حضرتك الضغط ده من اكتر الحاجات اللي بتسبب فشل عضله القلب في المستقبل، والناس بتتهاون بيه. هو الضغط عباره عن، ما انا بقول لحضرتك، دخل الدم. السكر كويس من الحاجات اللي بتضرب الكلى وبتضرب العين وبتضرب الاطراف وبتضرب الشرايين بصفه عامه وبتعمل جلطات. حضرتك لو ظبطت سكرك خلاص. طيب حضرتك عندك تاريخ عائلي ان في دهون عاليه، وانت عارف قيس الدهون بتاعتك وحاول تاكل اكل صحي. فهي الفكره كلها هي حسبه على بعضها. ان حضرتك عندك مشكله اتحكم فيها من دلوقتي، من بدري قبل ما نوصل لان لا ده انا عندي وجع في صدري وعندي جلطه في القلب. هو دايما وجع الصدر وجلطه القلب بتيجي بعد شويه، يعني هي دي النهايه. يعني بيحصل بعض الحاجات كتير كده، ونسبه دهون بتزيد ومشاكل في الضغط والسكر وشويه تفاصيل كده، وبعد كده يبدا تشعر بمشكله في القلب، ما بتجيش مره واحده. بص حضرتك احنا ده حقيقي، يعني انا العيان لما يجي يقول لي ايه، يقول لي انا اول مره تجيني. بعد ما نخلص القسطره. أيوه. والراجل يهدى. أيوه كده ونبقى نتكلم مع بعض. بالظبط. نعرف نتكلم مع بعض. تقعد تتكلم معايا بقى في الرعايه، يقول لك بص انا كان بيجيني شويه وجع كده بسيط. هي دي. بسيط بقالي شهرين ثلاثه كده. بس كنت بطنش، يعني بقول شويه برد في العضل. هو العيان المصري دايما يا دكتور محمود بيجي في النهايه. ما هو ده الحقيقه. يعني عارف اللي هو ايه؟ يعني بص ما يجيش مثلا حسيت بكذا فاشوف ايه. لا هو اول ما يقدرش يقوم. بالزبط. او بالزبط. ما يقدرش يمشي ويجيبوه شايلينه. للاسف. هو خلاص هنا بقى للاسف يجي. للاسف ودي مشكله كبيره. بنحاول يبقى فيه وعي اكتر للناس ان هو حاول تدور. انت مش خسران حاجه ان انت على الاقل تعرف المشكله فين، عشان ما تتفاقمش، ما يبقاش عندك مشكله كبيره واحنا مش عارفين، ولا قدر الله يعني ممكن جلطه قلب ما تلحقش توصل المستشفى. يبقى انت عرضت نفسك لمشكله اكبر. يعني مجرد ما يشعر بالم تعالى اطمن على نفسك، انت مش خسران حاجه. في ناس الفحص السنوي ده
هو ده لسه احنا قدامنا كتير عشان نوصل له. بص حضرتك بس الناس اللي عندها حاجات في العيله تخص امراض معينه زي القلب والسكر والضغط دي حاجات بتبقى حاجات وراثيه بعض الاحيان. يعني خلينا منصفين برضو في الجزء ده ان في جزء شويه مادي. يعني ايه؟ يعني هو النهارده عشان ينزل عيان عادي جدا راجل بسيط شغال بمرتب قد كده يجي يقول لك والله انا هروح اعمل شويه فحوصات بألف جنيه. ماشي برضو يعني في السنه حتى لو السنة يعني احنا بنضيع كتير. بص هقول لحضرتك على حاجه احنا بنضيع كتير قوي. احنا كلنا ده صحيح احنا بنضيع كتير قوي على حاجات اكتر يعني. عيان بيجيني بزعل منه العيان اللي بيدخن ليه؟ هو النهارده بيدخن علبه واتنين اقل علبه تقريبا. ما انا بقول لحضرتك تمنهم قد ايه قصاد ان انت لو جيت عملت شويه فحوصات بقد ايه. فده جزء بالنسبه لنا مهم جدا. انما الراجل اللي شقيان على عياله صدقني هو بيستخسر في نفسه الحاجه. كويس خلينا ناخد اتصال تليفوني. استاذ فريد اهلا بيك. اهلا بيك اتفضل. استاذنك توطي صوت التلفزيون يا استاذ فريد. وعليكم السلام. صوت التلفزيون لو سمحت من فضلك. الحمد لله بخير. لو سمحت انا عندي اتخاذ الصمام الميترالي وبرضه قلت عليك على جسمي كده. ودايما احس بالالم معايا في قلبي. استاذنك بس توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون بس. ماشي اتفضلي. معايا الوقت عايز اظبط. طيب بصي انا هرد على حضرتك جمله في القصه دي عشان الموضوع ده مهم قوي. موضوع ارتخاء الصمام الميترالي ده يعني نقدر نقول لحضرتك ان كل 10 ماشيين في الشارع ممكن يبقى فيه 4 عندهم ارتخاء الصمام الميترالي. لا لا خلاص. طيب انا بس عاوز اسالك بتتفرجي على القناه على التردد القديم ولا الجديد؟ لا انا عندي قلب بس انا مش متابع التلفزيون فبتصل لنا. مشكورك شكرا جزيلا لاتصالك. اتفضل يا دكتور محمد. طيب بص حضرتك ارتخاء الصمام الميترالي ده زي ما بقول لحضرتك كده ان هو حاجه احنا ما بنعتبرهاش حاله مرضيه عشان بس الموضوع ده مسبب هاجس كتير بقى فظيع. هو دي بتبقى يعني حد سنه صغير كبيرة دكتور محمود تقريبا. جميل بس هي حتى لو يعني ناس كتير قوي عم كويس عشان كده ما بنعتبروش حاله مرضيه. ليه؟ لان هو هات لي تاثيره المرضي ببساطه كده. العيان بيشتكي من ايه؟ يقول لك انا عندي ضربات قلبي سريعه اكتر مع المجهود. بحس بخفقان او سحبه كده في القلب وبيجيني وجع عباره عن نغزه كده يا دكتور هنا وتسمع في كتفي. دول الثلاث شكاوي المشهورين للقصه دي. بقول للعيان ايه؟ بقول لحضرتك ارتخاء الصمام الميترالي ده يعني زمايلنا لما كانوا بيشوفوه في الخليج في الرسومات في الايكو احيانا ما كانوش بيكتبوه. يقول لك اصل هيعتبروا البنت دي مريضه مثلا ويوقف جوازها ولا حاجه في الخليج. احنا هنا عشان العيان بيفضل يشتكي لا بنقول له حضرتك عندك ارتخاء في الصمام الميترالي. كويس. بس لازم تعرف ان ارتخاء الصمام الميترالي ده لن يؤثر على حياتك في اي شيء. اطلاقا. خالص. انت بني ادم طبيعي بتعامل معامله طبيعيه. نادرا بس عشان يبقى الواحد يعني قال كلام علمي مظبوط نادرا ما يبقى في حالات فيها ارتخاء صمام مترالي صعب جدا ويعامل معامله ارتجاع الصمام مترالي دي بتبقى حالات نادره جدا. ودي اللي بنعمل لها موجات صوتيه بالمجهود الدوائي عشان نكشف بس القصه دي. ودي نادرا ما هتلاقي حد عملها او احتاجها. انما في القاعده العريضه من الناس احنا كل اللي بنحتاجه اولا ان حضرتك تشرب سوائل او تشرب ميه كويس. يبقى العلاج الاساسي للقصه دي هو شرب السوائل او شرب المايه الكويس. ما تشربش ميه غير لما بتعطش يعني في النهايه. ما انا هقول لحضرتك لا هو لازم يحافظ على شرب المايه. ليه؟ الصمام مرتخي فهو بيركن شويه دم عشان يطلع نفس الكميه اللي بيحصل ان هو بيزود ضربات القلب. بس طب هتلاشى زياده ضربات القلب ازاي؟ ان انا ازود له الكميه اضحك عليه. فبزود الشرب. طيب لا حضرتك زودتي المايه وزودتي شرب السوائل ولسه بتشتكي. بيبدا في مجموعه من العلاجات بنبدا نديها. بس اشهرها المجموعه اللي احنا بنسميها البيتا بلوكرز. ودي بتجيب نتائج كويسه جدا. هي الحقيقه بتاخد ايزوبتين. انا طبعا ما عنديش فكره الدكتور ليه ادى الايزوبتين. اكيد هو له وجهه نظره وله الاسباب اللي هو شايفها. بس وعشان كده هي يفضل تراجع الطبيب اللي كتب لها العلاج ده عشان بس يوضح لها الدنيا ويظبط لها الجرعات. مش اكتر من كده. انما المهم
في الرساله بتاعتنا ان يا جماعه موضوع ارتخاء الصمام الميترالي ده ما فيهوش اي نوع من القلق. الله يعيشه وتعامله طبيعي جدا جدا, جداً. انت مش مريض, انت مش مريضه قلب بالظبط. انت بالنسبه نفسها من مرضى القلب, انت بالنسبه لي او انت بالنسبه لي مش مريضه قلب. هو بيجي في سن العشرينات وبعد كده الشكوى بتختفي. بقول لها روحي اتجوزي, روحي احملي, روحي اعملي اللي انت عايزاه. ان شاء الله عايز تغطس روحي اغطس, انا مش هقول لك حاجه. مفيش مشكله, لا خالص ما بنعملش. لما يغطس مفيش مشكله. بص حضرتك يعني زمان كان حتى يقول لك اديله مضاد حيوي لما يخلع اسنانه. دلوقتي يقول لك لا مفيش داعي. كويس دكتور محمود, قبل ما ننهي الفقره بتاعتنا, يعني كتير من الاطباء اتصابوا بفيروس كورونا ومعظمهم بفضل الله تعافى يعني, وفي يعني بعض الحالات يعني نختصهم عند الله شهداء يعني. يا رب. قصتك من بدايه كورونا الى نهايتها. بص حضرتك يعني الحمد لله, طبعا الحمد لله الذي عافانا يعني, والواحد بيشكر ربنا كتير جدا. الحمد لله ان كتب العفو. انا مش من الناس اللي جات لها الاعراض الفظيعه يعني, انا مثلا من الناس اللي ما جاتلهاش حراره خلاص. فالموضوع عباره عن ايه؟ لا انا بدات جسمي يتكسر, اصدع, اسهال, بدأ يبقى عندي خنقة نفس. العرض اللي كان مضايقني أنا شخصيا إن أنا بنهج وأنا قاعد على السرير. يعني أنا قاعد على السرير وحاسس بنهجان وضربات قلبي عالية جدا من غير مجهود. القصة كلها على بعضها استمرت معايا 5 أو 7 أيام. كويس. خدت العلاجات اللي يعني البروتوكول اللي موصوف. والحقيقة حتى يعني من الحاجات اللي جبتها وما خدتهاش البلوكونيل. أوكي. بس إنما الحمد لله تعافيت. كويس. معظم الناس اللي بتقعد في البيت الموضوع بيعدي كده, يمكن لو عنده حرارة شوية الموضوع بيبقى أصعب شوية, إنما الحمد لله بيعدي. الفكر دلوقتي إن أنت عندك مجموعة كبيرة جدا من الناس تعافت الحمد لله. الحمد لله يعني ناس كتيرة جدا جالها, كبيرة جدا. هو فيروس مش خطير, ولكن خطورته في إنه بيصيب بال, بص حضرتك هو مش حكايه مش خطير, هو يعني أنا شايفه مش خطير يعني, هو حتى مش لدرجة الفكر في إيه, بس إن أنت للأسف الحالات اللي بتتدهور قوي يعني. يعني فعلا الحالة اللي بتسوء بتحتاج مكان في رعاية, بتحتاج جهاز تنفس صناعي, بتحتاج إمكانيات عالية. هو ده اللي يضغط على الدولة والمستشفيات, هو ده بس. بس لكن إن أنت النسبة اللي هتتضر قوي الشديدة مش قليلة بالنسبة لتعداد السكان, فده يضغط عليك كدولة اللي إذا حافظنا على الإجراءات الاحترازية كلنا. إنما الفكر في إيه بقى؟ أنا ليه عايز أكلم الناس في التعافي؟ إن بدأ الناس يقولون إيه؟ يا دكتور انا مجهودي قليل, يا دكتور انا عندي كحه لسه ما خفتش, يا دكتور انا عندي كتمه النفس لسه شويه موجوده. انا هقول لك تجربتي الشخصيه. انا الحمد لله تعافيت والدنيا مشيت كويس جدا, وبعدين جيت نزلت المستشفى هشتغل بقى خلاص. فروحت اول يوم فواحد بيقول لي مالك, قلت له انا مجهودي بيخلص الساعه 11 الظهر خلاص. انا شطبت خلاص, انا حاسس ان انا عايز انام بقى خلاص كده. انا حد كان بيشتغل الحمد لله من 8 ل 12 بالليل, مفيش اي مشكله, ممكن يريح ساعه في النص, يروح يتغدى او حاجه, بس في الاخر ده يومه العادي. بس النهارده فجاه بقى يومه العادي ده بيشطب, اللي هو نزلت من بيتنا الساعه 8, انا الساعه 11 خلاص, انا عيادتي الساعه 2, هروح للعيان اقعد قدامه ازاي؟ مش منطقي, لان هو برده عايز مجهود وعايز تقوم تكشف عليه وعايز تسمعه وعايز تتكلم معاه, فمجهودي بيشطب على الساعه 11. فضلت على القصه دي اسبوع, مش يوم ولا 2. انت المشكله في ايه؟ ان فعلا بتحس بقصة كلمة تعافي, يعني ايه؟ مجهودك بيتحسن بس ببطء, واحدة واحدة, ما نقلقش من الجزئية دي خالص. ما هي هو ده اللي عايز اقوله للناس يا جماعة, في كام حاجة هيفضلوا شوية موجودين. احنا بنعمل ايه؟ ما يجيش يقولك لا ده انا لسه عندي كورونا. لا حضرتك الحمد لله خفيت, انما لازم تعترف ان الكورونا دي اثرت على جسمك, فجسمك ده محتاج يتعافى. بيتعافى ازاي؟ حضرتك لو عندك مجهودك قليل ما تقرص على نفسك ببساطة, واحدة واحدة اطلع السلم بالراحة يعني. انا روحت اول يوم خلاص مجهودي خلص مش عارف اشتغل. بس قفلت عيادتي اسبوع زيادة. ليه؟ عشان اقدر اتحرك, اقدر اقوم. الحمد لله تعافيت وخلاص وقمت وبعمل مجهودي وبروح مشاويري وعيادتي بقت 7 بالليل يعني خلاص. الحمد لله الدنيا استقرت. طيب في ناس تانية يقولك لا انا لسه الكحة مستمرة. اقول لحضرتك بعيدا عن الكورونا, زمان كان دور الكحة, دور الكحه ده بنخلصه على طول. فالخلاصه ان انت هيبقى شويه اعراض يا جماعه, بالراحه خالص, تعامل معاها برفق, خد شويه ادويه بسيطه حسب نصايح الدكتور وفيتامينات, كل كويس وان شاء الله تبقوا زي الفل. دكتور محمود سليمان استشاري جراحات القلب وعضو الجمعيه الاوروبيه لاسرة القلب, انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. في القناه في كل مكان. انا بشكركم لحسن المتابعه, وطبعا باكد عليكم التردد الجديد لقناه صحه والجمال.
طبعا ده من حرص القناة على رفع جودة الشاشة للسادة المشاهدين. تردد الجديد 11.82.3 رأسي. إن شاء الله أشوفكم في حلقة قادمة أخرى، ولحد ما أشوفكم مرة تانية لكم مني كل التحية والتقدير. أنا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.